سي عامر الزوقي رئيسة مصلحة التعليم الأولي بالأكاديمية. دونك حنا اليوم كنستقبلوا تلاميذ ثانوية تأهيلية تينمل اللي كتواجد بجامعة ثلاثة يعقوب اللي هي من بين الجامعات يعني الأكثر تضررا من الزلزال اللي يعني أصاب البلد ديالنا في تامن شوتنبير من هذه السنة. ويعني حنا كنستقبلوهم في مقر جديد للإيواء اللي كتوفر فيه جميع الظروف يعني المواتية من يعني تجهيزات ويعني أماكن يعني للسكن وبيان سور أمكنة للدراسة والأنشطة بطبيعة الحال، يعني كل ما يستلزمه يعني التحصيل الجيد والنجاح إن شاء الله والتوفيق في المسار الدراسي ديالهم. شحال كاين العدد ديال التلاميذ اللي كاينين اليوم هنا؟ اليوم كنستقبلوا 117 تلميذ يعني ذكور بهذه المؤسسة كيف ما قلت يعني من ثانوية تأهيلية تينمل، يعني مستويات ديال التأهيلي اللي هي جيد مشترك وسنة أولى بكالوريا وسنة ثانية بكالوريا، يعني بشعب ديالها العلمية والأدبية.